إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير. إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذه الرحلة اليومية مع القراء الصغار، وقارئنا في حلقة اليوم هو أحمد بن بخيت الهنائي البالغ من العمر 16 عاما من مدرسة عمر بن مسعود بعبري. هذا القارئ سيختار لنا كتاب اعرف شخصيتك وقدراتك الخفية للكاتبة إيناس عبد العليم. مرحبا بك أحمد. أهلا. أهلا بك. اسمك أحمد بن بخيت الهنائي. نعم. من مدرسة عمر بن مسعود كما قلنا في المقدمة. طيب. عمرك 16 سنة. نعم. في أي صف؟ صف الحادي عشر. الحادي عشر. عرفت طبعا من أستاذك سيد الحاتمي أنك قارئ نهم وقارئ جيد. متى متى بدأت تقرأ؟ بدأت قرأة منذ الصف الخامس. أها. كان يعني بدأ. يعني من كم سنة؟ ست سنوات. نعم. في فترة يعني في صف الخامس بدأت القراءة. أيضا. إيش بدأت؟ إيش نوعية الكتب اللي بدأت تقرأها؟ القراءة في كتب العقيدة والنحو وكتب متعلقة بالدين. آه. وإذن الكتاب اللي اخترته اليوم مبتعد عن هذه الجوانب. اليوم كتاب عن نقل تنمية ذاتية. أيضا. يعني الآن تغيرت خياراتك في القراءة؟ لا ثابت. إيش نوعية القراءة الكتب اللي تقرأها الآن؟ كتب متعلقة بعلم النفس. علم النفس. مثل إيش؟ إيش آخر كتاب قرأته؟ كتاب أنت كما تريد. أنت كما تريد لزميلنا طلال الرواحي. طبعا. عجبك هذا الكتاب؟ نعم. نعم. إيش عجبك فيه؟ عجبني أنه كتاب يتكلم عن الطموح، كيف يريد الإنسان، هو اسمه كده أنت كما تريد، كيف يكون الشخص في المستقبل، يتحدث عن الطموح، يعطي الإنسان القارئ أو الشخص القارئ دافع إلى النجاح. وكتاب اعرف شخصيتك وقدراتك الخفية، إيش عجبك فيه؟ أنه كتاب يتيح للشخص القارئ معرفة شخصيته، ويعطيه اختبارات أو استبيانات يستطيع من خلالها معرفة الشخصية المشابهة له أو الشخصية القريبة من شخصيته هو، وبالتالي يحدد قدراته وكيف يجب عليه. نعم. يعني هذا الكتاب لا يكتفي بالمعلومات وإنما يقدم جوانب تطبيقية، صح؟ صح. جربت أنت هذه الجوانب التطبيقية؟ جربت اختبار قوة الشخصية. كيف الاختبار؟ إيش عملت عشان تختبر؟ هو الاختبار عبارة عن مجموعة من الأسئلة. أسئلة اختار إجابة صحيحة. أيوة. بعد هذه الأسئلة يعني في هناك ثلاث أعمدة، عمود إجابة رمز ألف والرمز باء والرمز جيم. تحسب كم عدد الرموز من رمز ألف وكم عدد الرموز من العمود الثاني والعمود الثالث. بعدها تحدد أن شخصيتك شخصية قوية جدا أو شخصية متوسطة أو شخصية ضعيفة. نعم. وإيش الأسئلة اللي طرحت عليك؟ الأسئلة يعني مثلا الوظيفة المقربة إليك. إيش قلت؟ طيار. طيار.
وأسئلة أخرى إيش؟ أسئلة مثل تخصص الذي تريد أن ترغب به والأنشطة. إيش تخصص الذي تريد أن ترغب به؟ هندسة. هندسة. كذا وكذلك عن الأنشطة التي تفضل القيام بها. رياضة ماشي. أو الرسم أو غيرها. إيش أجبت؟ اخترت الرياضة. ممارسة الرياضة. في أسئلة أخرى غير هذه؟ في أسئلة مثل الأعمال التي تريد أن تكون بها أعمال تركيز أو أعمال مكتبية أو أعمال تتطلب جهد. وإيش كانت إجابتك؟ الأعمال التي تتطلب تركيز. والأعمال اللي تتطلب جهد ما تحبها؟ لا. إنزين أجبت على كل هذه الأسئلة كامل يعني. وبعدين إيش اكتشفت؟ شخصيتك قوية ولا ضعيفة ولا متوسطة؟ شخصية متوسطة. متوسطة. عجبك هذا الكتاب والمعلومات اللي فيه؟ بالطبع عجبني الكتاب. نعم. هناك أيضا اختبار، هل أنت سلبي أم إيجابي؟ في جربت هذا في الكتاب؟ اختبار سلبي أو إيجابي من خلال هذه الاختبارات، تعرفه على هذه الاختبارات. مثلا إذا طلع من خلال اختبار قوة الشخصية، إذا كان شخصية قوية بالتأكيد يكون يعني إيجابي، أما إذا كانت شخصية ضعيفة يكون سلبي. نعم. إذا نص هذا الكتاب اعرف شخصيتك، والنصف الثاني وقدراتك الخفية. هل هناك قدرات خفية كانت فيك وما كنت تعرفها اكتشفتها من خلال هذا الكتاب؟ نعم. مثل إيش؟ قدرات مثل يعني قدرات عقلية أو قدرات لفظية. قدرات العقلية هي يعني تحكم سلوك الإنسان. أيوة. كيف يستطيع التصرف وغيره. أما قدرات لفظية كيف يستطيع التعبير بكلمات، يختار كلمات مناسبة في التعبير. نعم. يعني حسيت أنه هذا الكتاب أفادك في اختيار الكلمات المناسبة في التعبير مثلا؟ نعم. وفي أيضا تشغيل عقلك؟ تشغيل العقل. جميل. إيش من الكتب الأخرى اللي قرأتها أحمد؟ كتاب ملخص هو تفسير الأحلام. لمن هذا الكتاب؟ كتاب لابن سيرين، كاتب لابن سيرين. إيه معروف، أشهر مفسري الأحلام. يعني شفت فيه، اطلعت فيه على تفسيرات الأحلام المختلفة. اطلعت فيه على الرؤية، أنواع الرؤية. هناك تكون يا رؤية كاذبة ورؤية صادقة. الرؤية الصادقة يعني تكون حادثت من قبل أو ستحدث بعدها. أما الرؤية الكاذبة هي مخالفة للواقع، لم يحدث، لا يمكن أن تحدث. جميل. وتتذكر أول كتاب قرأته؟ كتاب العقيدة. العقيدة. اسمه العقيدة. لمن هذا؟ من المؤلف؟ ولا ما تتذكر؟ هذا طبعا قلت لي عالم في العقيدة في الصف الخامس. الصف الخامس. إيش يعني يتكلم عن إيش بالضبط؟ عن العقيدة، فيها أركان الإيمان وأركان الإسلام. والشهادة، لأن الشهادة تعتبر من العقيدة. نعم. قلت أنت أنك أجبت على إحدى أسئلة الكاتبة إيناس عبد العليم في كتاب اعرف شخصيتك وقدراتك الخفية أنك تتمنى أن تكون طيار. صحيح. ليش؟ طموح الإنسان. طيب ليش ما طموحك أنك تكون طبيب أو مهندس أو معلم؟ يعني ليش طيار؟ على حسب القدرات. أنت قدراتك يعني تؤهلك أنك تكون طيار؟ حسب القدرات وطموح الشخص. طيب ايش راح تعمل عشان في المستقبل تكون طيار؟ اول شيء الاجتهاد في المدرسة، ايجاد نسبة او تحصيل دراسة عالي. وبعد ذلك يعني دراسة في احد مؤسسات خارجية، بعثات خارجية. نعم. انت حاليا كيف مستواك الدراسي؟ لا بأس. لا بأس، متوسط يعني؟ متميز أعتبر. تعتبر متميز. وأنت أيضا قارئ متميز. شكرا جزيلا لك أحمد بن بخيت الهنائي، الطالب بمدرسة عمر بن مسعود بعبري، بلغ من العمر 16 عاما، على هذه الدردشة الجميلة معك عنك كقارئ، وأيضا تحدثنا فيها عن كتاب اعرف شخصيتك وقدراتك الخفية لإيناس عبد العليم. شكرا جزيلا لك. عفوا. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.